السلام عليكم. اليوم بدي أحكي عن طريقتين لتلخيص البيانات اللي لهم ميجر نومينال أو أوردينال كاتيجوريكال. في عندنا أكثر من متغير بتلاحظوا جندر ميل في ميل والتخصص MIS أو CIS. في عندنا الير سنة أولى ثانية ثالثة رابعة ونتيجة الامتحان باس فيه. في عنا طريقتين الحقيقة بانالايز، واحد اسمه فريكوانسيز بتعمل ملخص للبيانات لكل متغير لحاله، يعني لجندر لحاله، كم عدد الذكور كم عدد الإناث، لفيلد لحاله ولير لحالها لجريد ريزلت. خلينا ناخذ متغير واحد ونجرب الفريكوانسي، ويمكن نرسم باي شارت أو بار شارت. بروح على انالايز ديسكريبتيف ستاتستكس فريكوانسيز. فريكوانسيز في هذه الحالة بناخذ متغير واحد جندر، نشوف توزيع الطلاب حسب الجنس. ممكن في charts نختار pie chart، نعمل continue. اوكي، الاوتبوت اللي بيجيب لي اياه بنلاحظ عدد الذكور في هاي البيانات 246، نسبتهم 41%، عدد الاناث 354، نسبتهم 59%، المجموع الكلي 100% والمجموع الكلي 600 سجل. ممكن بالاوتبوت نعمل ليبل عليهم، نظهر البيرسنتج والجندر والكاونت، الكلوز ونسكر. بتكون هنا معبره اكثر انه حطينا النسبه المئويه للفيميل والعدد. ممكن ناخذ كل المتغيرات مع بعض، نجرب ناخذهم كلهم، يعني مش بالضروره ناخذ كل واحد لحاله. فريكوانسز نعمل اوكي. في هذه الحالة بجيب لي أربع جداول، الجدول الأول لجندر والجدول الثاني لفيل والثالث لير والرابع لجريد ريزلت، وكمان برسم لي أكثر من رسم. وممكن نكررها كمان مرة ثانية، نغير التشارت لبار تشارت، بيعطيني رسمة البار تشارت. بدنا احنا الآن الطريقة الثانية اللي هي الكروس تاب أو اسمه كونتينجنسي تيبل، ممكن نسميه بايفوت تيبل. في الاس بي اس اس هان بسميه كروس تاب، اللي هو الجداول المتقاطعه، بيعطيني العدد والنسبه المئويه لمتغيرين متقاطعين او اكثر، يعني ممكن الاربع متغيرات. بنروح على انالايز ديسكريبتيف ستاتستكس، بنختار كروس تابس. كروس تابس بدنا ناخذ الجندر وبدنا ناخذ الفيلد، ممكن ناخذ الكلاستر بار تشارت اذا بدنا اياها رسمي. لا سوري، هان بنحط واحد في الرو جندر لرو وفيل على الكولوم، نعمل اوكي. نقرا المتغيرات، النتائج اللي طلعت جندر لانها رو اجت على شكل سطر، ميل وفيميل. الفيلد عندي ام اي اس سي اي اس وسي اس. بالنسبه لميل، عدد الذكور اللي في الام اي اس 89، عدد الذكور اللي في السي اي اس 57، عدد الذكور اللي في السي اس 100. الاناث، عدد الاناث اللي في الام اي اس 150، في السي اي اس 114، في سي اس 90. الذكور جميعهم عددهم 246 العدد الكلي، الاناث 354 العدد الكلي، والعدد الكلي لجميع الطلاب ذكور واناث 600. كل المتخصصين ذكور واناث ام اي اس 239 لسي اي اس 171 ولسي اس 190. بنلاحظ هان الميل والفيميل فصلهم وحط للام اي اس كبار تشارت، وللميل للسي اي اس وللسي اس. للفيميل نفس الرسمه، على اساس قسمهم رسمتين كل رسمه مختلفه عن الثانيه. ممكن نعيد الاختبار كروس تاب ونحكي بدنا نظهر التوتال في البيرسنتجز، نعمل اوكي وكونتينيو واوكي. بيعطيني هان النسب المئويه، ال 89 الام اي اس الذكور نسبتهم من المجموع الكلي لكل الطلاب 14.8%، وللسي اي اس 9.5%، للسي اس 16.7%، مجموعهم الكلي للذكور 41%، ونفس الشيء للفيميل. واعطاني الكاونتس نفس الكاونتس اللي قبلها بس النسب المئويه. ممكن كمان نعمل نسب مئويه اخرى
سيلز ناخذ رو وكولوم نعمل اوكي. زاد الجدول وزاد حجمه. ال 89 نفسها هي بتشكل من المجموع الكلي 14.8%. بس لو جينا ال 89 كان بشكله من مجموع الذكور ال 246، يعني 89 على 246 بشكله 36.2%. ال 89 نفسها اللي دارسين ام اي اس ذكور كان بشكله من كل الطلاب والطالبات اللي دارسين ام اي اس ميلز وفيميلز اللي هي 89 تقسيم 239 بيطلع العدد 37.2%. الرقم اللي تحت حكيناه من اول اللي هو 14.8 هو عباره عن 89 تقسيم المجموع الكلي 600. ونفس الشيء للسي اي اس وللسي اس وللفيميل وللميل. هاي بالنسبه للكلاستر بار تشارتس. كمان ما بعرفش اذا ممكن هان نحط عليها ليبلز، ممكن نحط الكامب والبيرسن يطلع لي اياهم على نفس الرسمه. طلعوا 16.67% كل قيمة أعطاها العدد ونسبتها المئوية. هاي بالنسبة للكروس تاب. بس كمان ممكن الكروس تاب نعمل له اكستند أكثر من هيك، ممكن نحط افرز لي إياهم حسب الناجح والراسب كمان لاير 1. بدنا نخفف شوي نشيل البيرسنتج مشان نفهمه أكثر. كونتينيو وأوكي. طلعوا الجندر ميل وفيميل، جندر ميل وفيميل، جندر ميل وفيميل. حط لي باس فيل للباس لحالهم وللفيل لحالهم، يعني عمل لي ميل فيميل وميل فيميل والتوتال كمان هان البي والسي اي اس وام اي اس وسي اس، يعني عملهم تو لير الناجحين. يعني الرقم 75 عدد الطلاب الناجحين في قسم الام اي ام اي اس والذكور. هان عدد الطلاب الناجحين في قسم الام اي الراسبين في قسم الام اي اس والذكور. اللي تحت 131 طالب ذكر، طالب انثى ناجحه، و19 طالب انثى راسبه في قسم الام اي اس. وممكن نحط متغير ثالث ورابع حسب اللير اللي بنضيفها. نامل انه استفدتوا من الكروس تاب وشكرا جزيلا.